هناخد انطباع حضرتك عن الدوره السابعه السنه دي وبدايتها النهارده. تقول لنا ايه؟ اتوقع ان شاء الله احنا لسه ما اقدرش اقول انطباع كامل لان احنا لسه في الاولمبيادي، بس هو دايما تعودنا مهرجان الجونه انه يبقى من المهرجانات المهمه، وهو من المهرجانات المهمه ان شاء الله بالتوفيق باذن الله. دايما يا استاذ احمد. استاذ رانيا، انطباع حضرتك عن الدوره السابعه السنه دي؟ الانطباع بعد تمام جدا. احنا بنتفرج على الاهلي والزمالك دلوقتي. النتيجه كام طيب؟ مع الاهلي والزمالك النتيجه كام؟ لسه 0-0. لا، انت اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ احمد؟ اهلاوي. بالتوفيق للاهلي حبيبي.